تحدي جديد، لكن أنا متأكد بيصير كذا بالنسبة لكم. التحدي هذا يحتاج حاجتين: تركيز القوي واستحضار المفردات. التحدي راح يكون تهجئة. الشخص اللي راح يضغط على الجرس هو اللي يبدأ بأول حرف. إجابة صحيحة تعطي العائلة نقطة. جاهزين؟ جاهزين. يبدأ التحدي بعد 3 2 1. الجاحظ. سويد. لام. جاء. ألف. حاء. ضاد. إجابة صحيحة. وطواط. عبد الملك. واو. طاء. واو. ألف. طاء. إجابة صحيحة. كلثوم. سويد. كاف. لا ميم. لا. إجابة خاطئة. استوائية. سويد. ألف. سين. تاء. واو. ألف. يا. خلص الوقت. استواء. خمسة. الإغريق. سويد. ألف. لام. ألف. غين. راء. يا تأخرتي. عبد الملك يبغى لكم تكونون أسرع. مجوهرات. عبد الملك. ميم. جيم. واو. ها. لازم تصيرين سريعة. ممكن تركزي. أخطبوط. عبد الملك. ألف. خاء. طاء. باء. واو. طاء. صحيح. معجنات. سويد. ميم. عين. جاء. نون. ألف. نون. تاء. قالت حرفين ورا بعض. إجابة خاطئة. ماما حبيبي. ركز. إيجار. سويد. ألف. ياء. جيم. ألف. راء. صحيح. أعالي. سويد. ألف. ألف. عين. ألف. لام. ياء. صحيح. ينابيع. سويد. ياء. نون. ألف. ب. با. ياء. عين. أنا سمعت ميم باء. بي. أنا قلت بي. بي. انتهى الوقت. عندكم 4 إجابات صحيحة على سويد مقابل 2 صحيحة على عبد الملك. وعلى ذلك التحدي 50 نقطة تروح لعائلة سويد.